السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثانوية العامة 2024 رسميا وزارة التعليم بتعلن موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وكمان أعلنت نسب النجاح في كل مادة. هنبتدي نعرف التفاصيل. قبل ما نبدأ صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير. أول حاجة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الأحد مؤتمر موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024. وبحسب بيان الوزارة، إن الثلاثاء المقبل 6 أغسطس الجاري هيكون في مؤتمر صحفي خاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023-2024. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إن تحديد موعد إعلان النتيجة بيأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكل إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، وهيتم خلال هذا المؤتمر وهو يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري. هيتم فيه إعلان كافة التفاصيل وتفاصيل أوائل الثانوية العامة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في 9 مواد بالثانوية العامة قبل إعلانها بشكل رسمي. أول حاجة، نسبة النجاح في مادة الكيمياء وصلت ل92%، نسبة النجاح في مادة الجغرافيا وصلت ل92%، نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية وصلت ل96%، نسبة النجاح في مادة التاريخ 96%، نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 96%، ونسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 97%، ونسبة النجاح في مادة الفيزياء 94%، ونسبة النجاح في مادة الأحياء 91%، ونسبة النجاح في علم النفس 92%. احنا عرفنا كل التفاصيل الجديدة الخاصة بالثانوية العامة وبيانات وزارة التربية والتعليم. كل جديد هتلاقوه في القناة، فما تنسوش المتابعة واللايك والشير، ومع السلامة.